عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا. فليتفضل السيد عبد الحكيم الشلماني منور مصر والإسكندرية، وأهلا بك في مئوية منطقة الإسكندرية لكرة القدم. مرحب بي طبعا ومنورنا طبعا. ورئيس الاتحاد الليبي وصديق عزيز طبعا، التقيته كثيرا. تحية لكل الأشقاء في ليبيا. شمال أفريقيا الاتحاد المصري يعني بتربطنا باتحاد شمال أفريقيا علاقة قوية، يعني حتى في إنجاح كل البطولات بيساهموا معنا بقوة. شكرا جزيلا السيد عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا، شكرا جزيلا فندم. شكرا شكرا. أيضا السيد محمود همام المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، وتكريم خاص من الاتحاد المصري لكرة القدم فرع الإسكندرية في مئوية منطقة الإسكندرية لكرة القدم. 100 عام للمنطقة يعني من العطاء. منور الدنيا محمود. بصراحة جماعة يعني يمكن هذا تكريم صادف أهله، لأن اتحاد شمال أفريقيا يعني في تعاون كبير. الأستاذ جمال علام كان بيحكي لي والحاج عامر حسين، يعني دائما وأبدا مصر صاحبة أولوية مع اتحاد شمال أفريقيا، بنشكرهم عليه جدا. وطبعا ما بيننا وبين الاتحاد شمال أفريقيا علاقة قوية يعني. أفريقيا السيد الموقر رضا كريم نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا. سيد رضا كريم تفضل. نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، وبنشكرك على كل مجهوداتك معنا. يتفضل الأستاذ جمال علام طبعا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الأمين العام المساعد. أنا آسف الأستاذ أحمد عبد العزيز يسأل عن هذا الخطأ الغير مقصود. الأمين العام المساعد جلب لا يسوى محمد، معلش.